اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه. النهارده حلقه مهمه جدا هنتكلم فيها عن تغذيه مريض السكر. السكر مرض منتشر موجود عندنا ومنتشر حتى دلوقتي نسبه كبيره من الاطفال للاسف عندهم. في ناس بتتولد عندها سكر وفي ناس بتجي لها سكر وهي صغيره وفي ناس بيجي لها سكر حمل وساعات بيروح وساعات بيستمر مع الست بعد الولاده، والحامل اللي بيجي لها سكر حمل بيبقى نسبه ان يجي لها سكر بعد كده كبيره، فلازم تاخد بالها من حاجه زي كده. السكر مرض ممكن اتعايش معاه كويس جدا لو اخدت بالي من اكلي، يعني السكر لو سايسته هيسايسني وهيبقى مرض ما فيهوش منه مشاكل، بس لو ما خدتش بالي من اكلي وما سايستش المرض ده هيكون شرس جدا معايا. علشان كده السكر لازم ناخد بالنا جدا من اكلنا. النهارده هنعمل وصفات، الثلاث وصفات هتنفع في رمضان وهتنفع في الايام العاديه، هتنفع لمريض السكر، مش بس السكر، اللي بيعمل دايت هتنفع معاه، اللي مريض الضغط هتنفع معاه. خدوا بالكم ان التغذيه الصحيه هي اغلبيتها واحده للكل، بس يفرق ان مريض السكر في حاجات زياده هنقولها له النهارده على مدار الحلقه. فالحلقه النهارده هنعمل وصفات تنفع مريض السكر وهنتكلم عن صيام مريض السكر. رمضان داخل على الابواب، كل سنه وانتم طيبين، ولازم نعرف هنصوم ازاي. خلاص، اول وصفه هبتديها معاكم هعمل رز بالخضار وصدور الفراخ. المقادير بتاعتي ايه؟ نص كوبايه رز بسمتي، يفضل يكون بسمتي، ممكن مصري ممكن مصري، بس البسمتي النشا فيه اقل، فعشان كده انا بحب ان هو يكون بسمتي. كوب مكعبات فراخ، كوبايتين خضار، الخضار اكتر حاجه في الموضوع، زعتر، بابريكا، نص ليمونه، ومعلقه زيت زيتون. خلاص، هعمل ايه؟ انا هعمل الكيس الحراري. الخضار اللي انا حطاها فيها بسله، البسله دي مش خضار يا جماعه، البسله زي البطاطس نشا، انا حطاها هنا مخصوص علشان اعرف. الناس بتفتكرها خضار وبتاكلها كخضار، لا، البسله نشا نشا، فلازم اخد بالي ان انا اخد منها كميه قليله، لان النشا كتير ونشويات كتير، لازم مريض السكر ياكل نشويات بس قليل. خلاص، هاجي استعمل الكيس الحراري عشان اقلل الدهون. هو صحي؟ هو صحي، بس ما زودش الحراره عن 200، يعني ما اقدرش ادخله فرن ازيد من 200. اول حاجه بعملها ايه عشان ما يلزقش واضطر احط دهون واحط سمنه او زيت او كده؟ بحط شويه دقيق. الدقيق ده بقلبه فيه واشيل الزياده، مش هحط الدقيق ده كله، احنا لسه بنقول هنقلل النشويات، فمش هحط الدقيق ده كله. ادي الدقيق كده اهو، وهروح مفضيها تاني مع الدقيق. يبقى الكيس ما زودش الفرن عن 200 نهائي، من 180 ل 200 هحطه هنا علشان ايه ينزل، من 180 الفرن ل 200 عشان ما يتفاعلش الكيس مع الحراره. هاجي اعمل ايه بقى؟ هصفي الرز بتاعي، انا بنقع الرز تلت ساعه قبلها برضو عشان يتخلص من النشا، حتى لو بسمتي برضو فيه شويه من النشا اهي. ادي الميه فيها نشا، وهحط الرز. هي الوصفه سهله جدا، هحط الخضار بتاعتي. انا استعملت فلفل ملون، فيتامين سي ممتاز، ادي كل الالوان، وكل ما الخضار زادت الالوان فيها كل ما ده كان صحي اكتر. هستعمل جزر، ممكن استعمل بروكلي، البروكلي من الحاجات المهمه جدا 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 لمريض السكر وهنتكلم عنه. هاخد شويه بسله صغيرين كشكل، وهاجي للفراخ هحط زعتر وزعتر على الخضار والرز، هحط عصير الليمون على الفراخ، وهحط بابريكا هنا وبابريكا هنا، والملح ما نكترش من الملح، لازم برضو ناخد بالنا من ملحنا، الصيام كمان بالذات ما ينفعش يبقى فيه ملح زياده، ومعلقه زيت زيتون. يعني بصوا انا عامله نص كوبايه رز بس هتعمل لي كميه اكل محترمه معاني ان شاء الله. معلقه واحده زيت زيتون صغيره، بسم الله كده. هدعك الفراخ
بالتوابل والليمون، وبعد كده هقلبها برضو مع الرز. هاجي الطاجن اللي انا هعمل فيه، اهو هجيب الكيس اللي انا بطنته بشوية دقيق وهحط فيه الفراخ والخضار، كده ادي البروكلي كمان. زي ما قلنا كمية الخضار اكتر من الرز، هو الرز اصلا هينفش بس برضو لازم اكل خضار كتير. يعني انا ما بحبش السلطة في الفطار في رمضان الا لمريض السكر او اللي بيعمل دايت، لان بحب السلطة بعد الفطار علشان المعدة تكون اشتغلت. خلاص هقفله، بيجي معاه دايما البتاع اللي بتقفله، وبعد كده حته صغننه عشان البخار بس. قصيت حته صغيره قوي من الطرف اهو، وهحطه في الفرن. زي ما قلنا الفرن يكون من 180 ل 200. يا غاده صباح الخير يا قمر. صباح النور، ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا جميل؟ وحشاني والله. حبيبه قلبي والله. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. امبارح كانت حلقه جميله جدا الحاجه سميره، ربنا كانت منورانا يا رب. حبيبه والله قلبي. اتصلت كتير امبارح بس الرقم كان مشغول للاسف بقى، معرفش. في تليفونات كتير والله. حبيبتي تسلمي لي يا رب والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي ايدك يا رب، وكل سنه وانت طيبه. انت طيبه. البرنامج كلكم بخير يا رب، ويجي رمضان كده بالخير كده يا رب. امين يا رب العالمين. امين يا رب. امين. تفرحي باولادك كده ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي. تسلمي. مع السلامه. اوكي هندخل في الفرن الطاجن، هدخله واجي علشان نلحق. هياخد له اقل من ساعه يعني، وهيطلع. نتكلم بقى على حاجه، مريض السكر لو سكره بينزل اقل من 70 او فوق ال 300 ملوش صيام، لا يفضل، ويسال دكتوره، لان طبعا دي من الحاجات. المريض السكر لازم يكون معاه دكتور بيتابع معاه على طول. لو السكر اقل من 70 او اكتر من 300 مبدئيا ملوش صيام. يجي بقى يصوم، هو مش هياكل وجبتين زينا، لا هو هياخد اربع وجبات. بمعنى ايه؟ اول ما يبتدي يفطر هياخد تمرايه واحده واحده عشان يكون متصفين، او كوبايه عصير. كوبايه عصير تبقى معموله في البيت، عصير فريش في البيت، او كركديه، تمر هندي معمول بسكر الرجيم. في سكر دلوقتي في الاسواق للدايت معمول من مصادر طبيعيه، ده هياخده. حتى عصير الفاكهه يفضل ان انا اكون عاملاه في البيت، عشان بره بيحطوا كميه سكر رهيبه فيه، يتعمل في البيت. لو هو محتاج شويه سكر هحط برده عصير او بديل، سوري هحط بديل للسكر من مصدر طبيعي، حطه تحتها ثلاث خطوط. خلاص يبقى هيشرب طبق شوربه وتمرايه اول حاجه، بعد كده يروح يصلي ويستنى شويه. الشوربه دي مهمه جدا، الحاجه الدافيه علشان تهدي معدته. يفضل بقى ايه؟ شوربه بروكلي، كرومب، ذره، بطاطا، الحاجات دي كلها فيها كروميوم. الكروميوم ده عنصر مهم جدا، بينظمني انتاج الانسولين، وانتم طبعا عارفين الانسولين ده مهم جدا لمريض السكر تنظيمه. خلاص يبقى شوربه البروكلي او الكرومب او الذره، الحاجات دي كلها مهمه ليه. هيشرب الشوربه، هيروح يصلي ويستنى مثلا 10 دقائق ويرجع ياكل الوجبه الاساسيه بتاعته. هيكون فيها بروتين، لازم بروتين نباتي او حيواني، يعني ممكن ياكل بروتين نباتي، ياكل حمص، ياكل فاصوليا، بقول، لكن ما يكترش فيها. يعني لازم على الاقل مرتين في الاسبوع يحاول قدر الامكان يبقى فيه بروتين نباتي حتى لو كان بيض. خلاص وهياكل كربوهيدرات، واللي هي الذره، الرز، البسله، بطاطس، مكرونه، لازم ما يكترش من الكربوهيدرات، بس لازم يبقى فيه كربوهيدرات. اكتر حاجه بقى ياكلها ايه؟ اللي هي الخضار والسلطه، فيتامينات ومعادن، ده اساسي، ده لازم ياخد منها كميه كويسه جدا.
يجي بعد كده اهو يعني نقول على الساعة 10 11 ياكل وجبة اللي هي التالتة اللي هي عبارة عن ايه؟ يا اما فاكهة يا اما حتة حلويات. بس عايزة اقول لكم حاجة، الحتة الكنافة الصغيرة دي 800 سعر حراري، 800 سعر حراري. يبقى احنا نعمل حلويات في البيت مخصوصة لمريض السكر، نعمل حاجات حلوة بسمنة قليلة قوي قوي لا تسكر او اشيل منها الدهون خالص واستعمل فيها سكر الدايت، لان الكنافة بتاعت بره 800 سعر حراري واحنا ما شاء الله بندوس فيها، ناخد بالنا من النقطة دي. والفاكهة ما تزيدش عن 150 جرام في اليوم برضو علشان ايه الدنيا تبص معايا. وبالليل هياخد السحور، والسحور لازم يكون فيه بقول. خلاص هنتكلم على السحور لما نرجع من الفاصل، هروح لفاصل وارجع لكم تاني، استنونا. رجعنا من جديد، كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم عن السحور. السحور زي ما قلنا الفول بيشبع، بيديني قدرة ان انا اتحمل الجوع تاني يوم، فانا بحب السحور يكون في فول لمريض السكر وربع رغيف عيش، ما نكترش وملغيش النشويات خالص. يعني برضو لازم تاخدوا بالكم من حاجة، ان الكبد محتاج نشويات، فلازم اخد نشويات بس قليلة، يعني ما اكلش رغيف عيش، اخد ربع رغيف عيش، لان انا لازم اكل كمان البان متخمرة يعني زبادي، لبن رايب، دي برضو بتسهلي عملية الهضم. فناخد فول مع عيش، ناخد زبدية او لبن رايب. في حاجة مهمة قوي كمان بتساعدني ان انا ما اعطش، بس هو الايام دي ما فيش عطش، يعني لو خدنا حاجة كاكاو دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة الدارك، وفي منها بتبقى مخصصة لمريض السكر، دي بتبقى حلوة قوي. احنا هنعمل دلوقتي شوربة البروكلي. الشوربة دي ممتازة زي ما قلنا مريض السكر، مريض الضغط، الكوليسترول، الناس اللي هي مش عايزة تدخن او عايزة تخس، دي هنعملها مع بعض دلوقتي. المقادير بتاعتي ايه؟ هستعمل ربع كيلو بروكلي، بصلايه، نص راس ثوم، فلفلايه رومي، معلقه دقيق رده او شوفان، كوبايه لبن خالي الدسم، ومرقه دجاج خالي الدسم. هقول لكم دلوقتي هنعمل المرقه ازاي خالي الدسم. اولا انا استعملت دقيق شوفان في الوصفه دي علشان الشوفان برده من الحاجات اللي فيها كروميوم كتير زي البروكلي، يعني الشوربه دي و اهي البروكلي قلنا الكميه الكروميوم اللي فيه عاليه والالياف اللي فيه عاليه، فعشان كده ده من الحاجات المهمه جدا ان هو ياخدها. احنا البروكلي ده ساقطينه في ميه وشايلينه على طول، مجرد ان انا اشيل الغازات منه. البروكلي من الحاجات اللي ممكن تنفخ، فانا علشان ما اخليش البروكلي يعمل لي انتفاخات، الناس اللي بتتعب مثلا عندها القولون وبتتعب من انتفاخات البروكلي، هسقطه في ميه مغليه، هي غلوه واحده وهطلعه. انا مش هشوح البصل ولا الثوم ولا اي حاجه خالص علشان هقلل الدهون قدر المستطاع. ادي البصل، ادي الفلفل الرومي، الشوفان عشان تديني سمك، الثوم مهم قوي، واللبن الخالي الدسم، الشوربه. الشوربه لازم اكون عاملاها قبلها بيوم، احطها في الثلاجه، اشيل الدهن اللي على وشها تماما عشان تبقى خاليه الدسم، عشان اقدر استعملها سواء في دايت او في اي نظام صحي. مش هزود عن كده علشان اهي هحط، ايوه هحط ملح، شويه فلفل اسود بسيطه، واقلبهم كويس قوي وارفعه على النار. الصيام بيحتاج ان انا اشرب ميه كتير حتى لو انا مش عطشانه. خدوا بالكم في سن كمان يعني بعد ال40 ما بنعطش قوي، لازم نشرب ولازم ننام حتى لو احنا مش عطشانين وحتى احنا مش نعسانين، دي حاجتين لازم تاخدوا بالكم منها. حتى لو انا مش عطشانه لازم اشرب ميه، اشرب ميه. مش اجي بقى اروح واخد ازازه ميه كده وشربها على بعضها، طب انا هدخل التواليت هنزل الميه، ما ينفعش. لا، الميه لازم كل شويه كوبايه ميه، يعني كل نص ساعه كوبايه ميه. انا عارفه انها هتبقى كتير على الناس اللي مش واخده على الميه، بس ده مهم جدا وضروري جدا. اجي بقى للعصاير. انا هاو دلوقتي الشوربه هخليها تغلي مثلا نقول 10 دقائق، 10 دقائق، وبعد كده هضربها في الخلاط او بالهاند بلندر، هظبط ملحها واظبط سمكها، بمعنى لو هي خفيفه هزود رشه دقيق بسيطه تاني من دقيق الشوفان. العصاير في نقطه عايزه اكلمكم عنها مهمه قوي.
الكركديه والتمر هندي والعرقسوس والكلام ده كله، الحاجات دي اساسيه في رمضان. لازم اعملها في البيت زي ما قلنا علشان اقلل السكر بتاعها، عشان السكر بتاعها يبقى خفيف. ويبقى نفس العصير الخفيف، يعني اعمل كركديه، الكركديه نفسه خفيف ما يبقاش تقيل، خلاص؟ يبقى نفس العصير او التمر هندي او الخروب او العرقسوس، بس اجل العرقسوس بقى. كذا خط تحتي. العرقسوس من الحاجات اللي بتخزن ميه في الجسم. بيخزن الميه في الجسم. فالعرقسوس ما ينفعش مع مريض الضغط، الناس اللي عندها ضغط. 75% من اللي عنده سكر بيبقى عنده ضغط. حتى لو هو مش عارف، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. 75% من اللي عنده سكر بيبقى عنده ضغط للاسف. فلازم ياخد باله ان هو يقيس ضغطه ويبعد عن العرقسوس. اللي يشرب العرقسوس بس اللي ضغطه واطي، يعني مش اللي ضغطه عادي، لا، اللي ضغطه واطي هو ده اللي يشرب عرقسوس، غير كده ما يشربش العرقسوس علشان ما يحصلوش مشاكل احنا في غنى عنها. بعدين مين معانا؟ ام محمد. ايوه ايوه ام محمد، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ لو سمحت دميتي الفور ده، الحمد لله يا حبيبتي. لا لا، بصي وطي التلفزيون، مش سامعاكي خالص، فوطي التلفزيون لو سمحتي عشان اسمعك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. طب الفول بنحط له طماطم ولا إيه؟ بنحط له لا تاني، معلش ممكن نعيد تاني سؤال؟ الفول ماله؟ تدميس الفول، اما بنجنبسه دميسه. تدميس الفول ماله؟ بنحط له ايه واحنا طماطم الاثنين، العدس الاصفر والطماطم الاثنين، وقشره بصله كمان، قشره بصله حمراء كده، تمام. وهعمل لكم الفول، هندمس الفول في الحل عادي مش في الدماسه، هدمس لكم الفول ان شاء الله قبل رمضان باذن الله. يبقى المشي لازم، دي اهم حاجه، اهم حاجه لمريض السكر انه يتمشى. المشي مهم جدا. مش ماشي بقى ان انا ادخل ماراثون، لا، ده 10 دقائق ربع ساعه ابتدي بيها، واحاول ازودها لنص ساعه. ماشي نص ساعه في اليوم ده حاجه ايديال، يعني حاجه ممتازه، بس ما تبقاش قبل الفطار. انا ما بحبش المجهود قبل الفطار، حتى للناس العاديه المجهود خلوه بعد الفطار، بعد ما ناكل، في التراويح، بعد التراويح، يعني اما اروح وانا رايح التراويح او وانا راجع اتمشى، اصلي التراويح في جامع قريب مني عشان اروح ومشي وارجع منه مشي. احنا معانا وقت قبل الفاصل. طيب خلاص، يبقى احنا الشوربه هنعمل شوربه بروكلي، شوربه كرومب. على فكره كمان عايزه اقول لكم حاجه على البروكلي والكرومب والخضار اللي هي بيسموها الخضار الصليبيه. اولا هي بتقوي المناعه جدا، كميه مضادات الاكسده اللي موجوده فيها فظيعه، مش بس للمريض السكر، لاي حاجه ثانيه، يعني حتى ايفن الكولاجين بتاع الوش، لان مضادات الاكسده دي معناها انها بتهاجم الجزيئات الحره اللي بتطلع، يعني بالبلدي كده ويعني بالبسيط، هي بتساعدنا ان احنا نجدد خلايانا، سواء خلايا البشره، خلايا الشعر، كل الخلايا. هي غليت، بعد الغليان احسب لها من 8 ل 10 دقائق واشيلها من على النار، عشان انا برضو مش عايزه البروكلي يتهري، عايزاه يكون قوامه كويس حتى لو انا هضربه في الخلاط، وهو 10 دقائق كافيه جدا ليه. بس انا ممكن بقى اروح فاصل عشان اضرب الشوربه وارجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا من جديد، ضربنا الشوربه في الخلاط وبرجعها على النار. ليه بقى؟ عشان اظبط سمكها، يعني هي بترجع عشان اشوف سمكها. هي مش محتاجه دقيق تاني ولا محتاجه اي حاجه تانيه خالص، هي كده اهو، ادي السمك بتاعنا حلوه وزي الفل. وهنشوف اهي بتغلي، بس طبعا بقى ما احطهاش تغلي هتتقل، فخلاص انا ايه، وانس ان هي السمك بتاعها خلاص ظبط معايا، مش محتاجه ان انا احطها على النار تاني. هنظبط ملحها، هي حتى الملح زي الفل، خلاص كده اهو. وهغرفها، هيجي بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين لونها حلو ازاي؟ هنمسح، دايما نحاول يكون شكل الطبق حلو ونضيف. هجيبها بقى نحطها على جنب عشان نشتغل.
ده يا ياسر الرز، الرز طلع، الرز المستوي احنا هنغرفه دلوقتي، بس انا عايزه اوريكم شكله اهي اهو، ملزقش فيه عشان رشه الدقيقه اللي حطيناها، وادي الفتحه اللي فتحناها في الكيس اهو، ادي الكيس بتاع الرز والخضار. طبعا احنا سوينا واحد هو ما لحقش يستوي، هو هياخد له ساعه الا ربع لغايه ساعه في الفرن. هنغرف دلوقتي الطبق ده، وعايزه اقول لكم بقى على حاجه مهمه قوي لمريض السكر، القرفه. القرفه من الحاجات اللي بتنظم برضو الانسولين في الجسم، ويستحسن ان هو ياخد حوالي معلقه قرفه في اليوم. ياخدها بقى ازاي؟ دخليها في الاكل، يعني مثلا اللي ابنه عنده سكر نعمل ايه؟ مسيح. الرز اللي عملناه ده احط معاه شويه قرفه. هنعمل دلوقتي مهلبيه. المهلبيه دي من الحاجات اللي انا بحبها في رمضان، لانها بتديني طعم حلو وتعوضني عن الحلويات بتاعت رمضان. ولو اني هعمل لكم في الحلقات الجايه ان شاء الله وعلى مدار الشهر حلقات نعمل فيها كنافه وبقلاوه كلها للي عايز يعمل دايت او اللي عنده سكر. فبس انا بقول لكم انه يفضل ان انا اهتم بالمهلبيه والرز بلبن والحاجات دي، طبعا بلبن خالي الدسم وبديل للسكر ينفع يتغلي على النار. خلاص المقادير بتاعتنا ايه النهارده؟ هستعمل نص لتر لبن خالي الدسم، هستعمل 4 معالق دقيق شوفان، بطاطا سمره بطاطا صغيره او متوسطه، وجزرايه، وهستعمل كوبايه ميه. الميه دي من ميه سلق البطاطا والجزر. ليه بطاطا وجزر؟ انا عايزه اعمل زي المهلبيه قمر الدين اللي بيبقى فوق قمر الدين وتحت مهلبيه. انا هعمل مهلبيه دلوقتي، هحط اللبن، واستعملت زي ما قلت لكم دقيق الشوفان علشان الكروميوم اللي في الشوفان، وعلشان النشا كربوهيدرات او نشويات ضاره، اللي طبعا الدقيق الشوفان افضل كتير. في نفس الوقت استعملت البطاطا لان هي برضو مد يعني فيها البيتا كاروتين هي والجزر، وهي من الحاجات المهمه جدا لمريض السكر. هستعمل بديل سكر من مصدر طبيعي، في السوق بدايل للسكر من مصدر طبيعي، ويكون ينفع انه يتحط على النار. مش كل بديل سكر ينفع يتحط على النار، فلازم اخد بالي من النقطه دي انه ينفع يتحط على النار. بدوب طبعا الدقيق بتاع الشوفان والسكر قبل ما يترفع على النار، والمهم طبعا الدقيق مش السكر، سكر كده كده هيدوب لما الايه اللبن يسخن، واخده احطه على النار. اوكي اهو، هاجي بقى للبطاطا والجزر. احمد لو سمحت عايزين كوبايه ميه من ميه السلق بتاعتهم. هاجي هنا، انا مش عايزه استعمل دقيق كتير برضو، فحاول اخليها هي نفسها سميكه، يعني البطاطا والجزر ما اعملهمش بيبقوا مرقين زي الميه، تبقى تخينه علشان ما تاخدش مني دقيق كتير ان انا اتخنها. خلاص، وممكن طبعا تحطوا لها ميه، بس انا سوري تحطوا لها لبن خالي الدسم، بس برضو احنا نقلل السعرات مش هيبان طعمه فيها، فنستعمل الميه ميه السلق. ليه ميه السلق؟ علشان فيها الفيتامينز اللي اتسلقت بيها الخضار دي. خلاص اهي، هحط برضو شوية شوية يعني علشان ما تطلعش سايحة معايا، ونعم قدر الإمكان. أنا هنا أهو بقلب برضو المهلبية البيضة، إحنا هنعمل لونين. عايزة أشوف السمك اهي، بصوا بقت سميكه، انا هوريها لك. ادي السمك بتاعها، انزلها لك في ال اهي 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 اهي،
هاجي اعمل ايه؟ هحطها. عايزه ارفعها برضو على النار ثواني علشان الدقيق يستوي. ولو ان دي الشوفان ممكن ما ارفعوش على النار، بس هي طعمها بيبقى احلى لما ارفعها على النار. بس يعني اهي شايفين السمك اهو. لو بعد ما غلت حسيتوها تقيله هنزود لها شويه تانيه من الميه بتاعه السلق. دايما استعملي ميه سلق الخضار، دايما ميه سلق الخضار لازم احاول استعملها قدر الامكان. يعني لو انا مثلا هعمل مكرونه بالخضار اخد ميه سلق الخضار واحطه في الصوص بتاع المكرونه. يعني حاولي تستعمليها لانها كلها فيتامينات اهو. هنا اهو زي ما قلنا بقى القرفه مهمه جدا لمريض السكر اهي. دي على طول بصوا اهي، هي سميكه شويه، شويه ميه من ميه السلق عشان برضو تبقى طعمها حلو. علشان اهي بصوا دي ابتدت تغلي ودي ابتدت تغلي. لما اجي اصبها في الكوبايات او الكاسات ما ينفعش اصبهم الاثنين على بعض، انا بصب واحده واخليها تجمد وبعد كده بعد ما تجمد شويه تهدى اصب الثانيه علشان ما الاقيهمش اتلخبطوا في بعض. اهي شايفين ادي السمك، تحس انها طريه شويه بس خدي بالك برضو انها هتجمد لما تبرد ولما تتحط في الثلاجه هتجمد اكتر، فما تعمليهاش جامده من الاول تطلع معاكي بلوكه كده في الكوبايه مش حلو. فده السمك الحلو ليها. خلاص هشيل بقى دي من على النار لانها غليت، وادي المهلبيه لسه اهي ابتدت تجمد لان هي ابتدت تخش في الغليان. ما تزوديش خالص غير لما تشوفي ان هي غليت اهو. شايفين لان هي في الاخر خالص اللحظه اللي قبل الغليان دي التقل بتاعها بيتغير تماما، خفيفه بس هي ما غليتش فدي كده خفيفه. انا مش هقدر ازود غير لما تبتدي تغلي، ابتدت تغلي يبقى هي خفيفه. هحط نص معلقه وما تقوليش انها مش هتدوب، لا لو انت ايدك سريعه وعارفه تدوبيها ازاي هتعرفي تعمليها، لو مش عارفه يعني هو للاسف هتاخديها تحطيها في الخلاط عشان ايه تفك معاكي. اهي كده اهو غليت تقولها حلو، هشيلها وهحط بقى ايه في الكوبايات ضربه كده كمان. المضرب السلك ده اختراع لفك البشاميل، المهلبيه، لاي حاجه مش عايزاها كلكع معاكي، ده اختراع رائع. وكده اهو هاجي هحط في الكوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم. واسيبه يهدى ويجمد قبل ما احط بقيه المهلبيه. ما ينفعش احطها عليهم دلوقتي، انا هعمل واحده كلها بيضه. نعمل واحده كلها بيضه وهعمل الباقيين بالبطاطا والجزر، طعمها حلو قوي والولاد هيحبوها قوي. اهي اجيبها كده اهو، هنخليها بقى تهدى وتجمد ونروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. كانت النهارده عندنا حلقه عن تغذيه مريض السكر في الصيام. عملنا ايه؟ عملنا رز بالخضار في الفرن، ادي دوت اللي من غير قرفه وده اللي زودت عليه قرفه لان احنا قلنا القرفه مهمه جدا، وعملنا شوربه بروكلي وعملنا مهلبيه مع مهلبيه بطاطا وجزر لمريض السكر. عايزه اقول لكم ناخد بالنا بس من حاجات مهمه جدا، ناخد بالنا ان احنا ما نكترش في السكر، العصاير ما ناكلش مره واحده عشان الصداع، لان ممكن لما تيجي تفطر مره واحده الاكل كله مره واحده اذا هتلاقوا صداع ضرب
في راسكم على طول، ناخده بالتدريج زي ما قلنا، ناكل خضار وسلطه كتير، الفاكهه ما نكترش منها حتى لو هي فاكهه، هو 150 جرام، التمر يا جماعه ارجوكم، التمر مفيد وصحي وكل حاجه، بس كميه سكر وسعرات حراريه رهيبه. افطروا على تمرايه، ممكن تمر تاني في الوقت اللي هو بين السحور والفطار، بس هنشيل الفاكهه لو هناكل التمر، ننظم حياتنا عشان بس نعيش بسلام ونعدي رمضان على خير. يا رب ان شاء الله كلها تعدي على خير، وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله.